دي الاداره ده اللي اتعلمناه. حصل في ايه يا دكتور؟ احنا مش جايين، احنا متعودين على الوقفه بره دي. احنا متعودين، احنا بنتمرن وبنحنا جوه واحنا بنقعدين بره. اول شكاوه في واحده بس اتكلم، مش انا جاي اتكلم. انا اول حاجه انا كده ولا كده كنت جاي اسكندريه خلاص، لا استغاثه ولا غيره. انا جالي تليفون من ولي امر، قلت له قال لي انا عندنا شكوى. من غير ما اسمع الشكوى قلت له يا فندم ابعت لي الشكوى على الواتساب. تمام. ما بعتهاش في نفس اليوم، بعتها تاني يوم اللي هو اول امبارح الساعه 5:30 خلاص. انا عارف الساعه بالظبط، لان انا رديت عليه، كنت برد على حد تاني رديت عليه غلط. تمام. بعت اللي بعتولي للمسؤولين، قلت لهم الصبح اجتماع عشان اشوف الموضوع. انا ما اعرفش حاجه خالص، ومحدش عايز يقول لي حاجه. احنا عايزين اللايحه يا فندم. بعد اذنك حكمت بقى. انا عارف هقول ايه يا فندم. لا ايه طب اللايحه مش في صالحك. اتفضل يا فندم. لو عايز اللايحه اتفضل يا دكتور كمل كلامك. نسمع كمل حضرتك. طبعا احنا جايين نحل يا دكتور، مش جايين نحل. عايزين حضرتك تسمع راي حضرتك في الموضوع. خلاص انا ما اعرفش حاجه خالص، لا يمين ولا شمال. جات لي المبدع، اديتها المسؤول، جبتهم اجتمعت بيهم. تمام. وقلت لهم انا رايح اسكندريه، قلت له كده في جروب، قال لي قلت له اكتب انا رايح اسكندريه بكره الساعه 5:30. قال لي تمام. ليه بقى جاي اسكندريه انا؟ عشان جاي اعزي المحافظ. تمام. يعني مش جاي مخصوص، انا جاي عشان اعزي. قلت له انا رايح كده ولا كده، هروح اشوف المشكله بس فهموني ايه الموضوع. بيفهموني ايه الموضوع؟ فوجئت بحد منكم بعت لي على الواتساب استغاثه. فكلمت قلت له وانتم عاملين استغاثه يعني مش بتعملوا اي حد من حقه يعمل اي حاجه. انا ما خدتش 12 ساعه مهله. بعت لي رساله يوم السبت الساعه 5 بيعملوا استغاثه يوم الاحد الساعه 2. طب وهي الاستغاثه اللي جابتني؟ طب ما لو حد كلمني وقال لي تعالى اسكندريه انا هجيب اسكندريه. إذا كان حد فاهم، لا عشان بس نتفق. أنا الأسلوب ده مش هشتغل. بعد إذنك أنا ما بحبش حد يسجلني. ما بحبش حد. لو هنسجل للذكرى. لا للذكرى.